بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم بهذه الحلقة الثالثة من محاضرات استخدام الأندرويد للمكفوفين والتقنية المقدمة من مجموعة فريق فرسان التحدي. اليوم شباب رح نتعرف على إعدادات قارئ الشاشة هو توكباك. طيب أنا آسف بدي استخدم رح نتعرف على الإعدادات بالإنجليش. هون انه الاصدار عم يقول لي اصدار التوك باك سبيتش هيدر التكلم سبيتش فوليوم ماتش ميديا فوليوم سبيتش فوليوم هي تتحكم بقوه الصوت، وانا عم يقول لي ماتش ميديا فوليوم يعني مستوى صوت الوسائط. تكست تو سبيتش سيتنج، طبعا هون بنوصل لاعدادات تحويل النص الى كلام. فيربوسيتي، فيربوسيتي اللي هي الاسهاب او المزيد يعني كما يقال عنها ايضا. ندخل Navigator Verbosity Choose a preset Custom Inlet Verbos Choose a preset Custom. عملنا استخدام إعداد، يعني أنت شو بدك التوك باك يكون بأعلى دقة؟ بدك إياه أنه مخصص يلي أنت تتحكم بالإعدادات اللي بدك إياها، ولا بدك إياه أنه هو يخلص يضبط لك الإعدادات تبعه تلقائيا وما تحسن تتحكم ولا بأي إعداد؟ Verbosity Details Header Verbosity Details هذا العنوان. صدى لوحة المفاتيح يعني ارتداد الحروف وهيك شيء، انه كيف يكون هيك ميزة انه انت على كيفك، هي محددة انا عندي على الكل. طيب نكمل. هاي يعني انك تتحكم بانه يعني انك تتحكم بانه ينطق لك مثلا دبل تاب ان هوم بريست مثلا لاجراء ضغط مطول، يعني تلميحات الاستخدام. هاي نطق المعلومات القائمة والشبكة، يعني انه مثلا لك هذا في قائمة، هاي في شبكة. طبعا بوقفها معلش خلفية. Speak element type. Element type is spoken for focused items. Speak element type. نطق الأحرف الصوتية. Speak phonetic letters. Phonetic letter. Speak. نطق الأحرف الصوتية، يعني بدك يا انه ينطق لك مثلا دي داتا هيك. Speak phonetic letters. Phonetic letters are not spoken. Off. Use pitch change. Off. Use pitch changes. Don't change voice pitch when speaking. طبعا هي انك يعني ينعم الصوت، يعني مثلا انك تكتب الحرف وشلون مثلا يكون باء يصير باء مثلا، هيك ينعم يعني الصوت او يصير حدته يعني حاد. Off. ينطق لك الإشعارات أنت وقافل الشاشة ولا لا؟ طبعاً أنت فيك تحكم. أوف أنا. Miscellaneous header. Miscellaneous. Element description order state. ترتيب وصف العنصر، يعني بدك يا مثلاً يقول لك إنه أكتب رسالة مربع كتابة ولا مربع كتابة أكتب رسالة، يعني تحكم أني ينطق لك، ينطق لك شو نوعية الشيء بالأول وبعدين ينطق لك إنه شو هو، ولا ينطق لك إنه الشيء وبعدين يقول لك نوعه مثلاً links كذا هيك. طبعا هذا الاعداد هو جديد، التوك باك جديد، توك باك 2018 او توك باك 6، انه يصنف لك الازرار تلقائيا، يصنف لك الازرار تلقائيا، يعني هي ميزه انا بالنسبه لك بعتبرها ميزه رائعه، ميزه رائعه، وممكن انه الواحد يستخدمها يعني وانه يصنف الازرار. يا شباب هاي هي يعني قائمة الإسهاب بكل سلاسة وروعة، ومنشوف غير قائمة. Use proximity sensor. Text to speech set verbosity. Use proximity sensor. Proximity sensor silences speech. On
طبعا هاي أداة استشعار التقارب، عم يقول لك انه تؤدي أداة استشعار التقارب. يعني مثلا شو؟ أوقفت الكلام من خلال اني مرق ايدي بس من فوق استشعار التقارب. طبعا هي انه انا وقت هز الهاتف في قراءة الشاشة قراءة متواصلة، هي ديسيبولت. طبعا انه ما تفكر انه معطلة يعني ديسيبولت، لا بتدخل عليها بيطلعوا لك خيارات، يعني هي ديسيبولت يعني اوف. يعني هي خطأ ترجمة other feedback، هي تأثيرات أخرى يعني، أو بيقول لك عليها تعليقات أخرى. vibration feedback هو تعليقات الاهتزاز، ترجمتها يعني تأثيرات اهتزاز، إنك بس تسحب هيك على الشاشة vibration feedback يصير يهتز الهاتف. off sound feedback تعليقات صوتية اسمها on sound يعني هي معناها إنه يطلع لك هي الأصوات. هيعمل لك تقلص الصوت اثناء استخدام مثلا انا مشغل اغنيه وعم بسحب التوك باك، بيتقلص صوت الاغنيه وبيعلى صوت التوك باك. هاي الماتش ميديا ايضا دروب داون ليست فيها اصوات التعليقات اللي هي التاثيرات الصوتيه. هاي التنقل، استكشاف الشاشه، اكسبلور باي تاتش انه الاستكشاف باللمس، يعني انك تسحب هيك انه لو لغيت تحديد عنها هاي بصير توك باك معك بنقره واحده. هاي انه يمرر تلقائيا للاعلى والاسفل، يعني يمرر لك القائمه خلاص تشوفها قائمه. هي وضع النقر المفرد، يعني مثلا انا بلمس على العنصر مثلا لمسة واحدة بدي ردح، يعني انه اذا بدي نشطه بلمس عليه لمسة ثانية بس من دون ما اني انقر نقرتين. هون عامل لك عرض قائمة السياقات على شكل قائمة، طبعا الكل بيعرف قائمة السياقات. برنامج توك باك التعليمي. هون الايماءات انك تغير بالسحب اليمين واليسار والسحب الاعلى والاسفل. التصنيفات المخصصة، انك التصنيفات الازرار من هون بتديرها يعني. اختصارات لوحة المفاتيح، طبعا لو موصل كيبورد بالهاتف. هون عم يقول لك خيار انك تعلق التوك باك عن طريق الضغط على مفتاح رفع وخفض الصوت. هون ستار شاشة عند تشغيل التوك باك يعني. عم يقول لك انك تضغط 3 مرات على مفتاح هاي رفع وخفض الصوت لحتى يعمل سكرين ديم او ستار الشاشة ويعطله. عم يقول لك انه اذا انت علقت التوك باك منين بتحب انك تستأنف، بانك تسكر الشاشة وتفتحها خلاص بيستأنف، ولا انه من الاشعارات فقط انك بس تضغط على بلوحة الاشعارات يستأنف توك باك. طبعا كل مين مثل ما بيحب، وهو على الحالتين ان حددت كل الخيارات بتحسن تعلقه وتستأنفه من المفتاح هاي رفع وخفض الصوت. عم يقول لك انه افتح توك باك في المتجر لتتأكد انه هناك فيرجن جديد او تحديث ابديت جديد. developer settings اعدادات مطور البرامج، ارسال تعليقات ومساعدة. يعني هاي خدمات اخرى، يعني هاي هي آلات توك باك بكل اختصار. ويعني طبعا هي مو بكل معنى انه اختصار اني انا حذفت شيء منها، لكن انه هي يعني هي مختصرة اصلا آلات توك باك، يعني وما فيها هالاعدادات وهي مفهومة واضحة. كان معكم أخوكم محمد حمود، وشباب بصراحة أنا استخدمت اللغة الإنجليزية لأنه يعني شباب يلي بده يتعامل بالنسبة للأندرويد أو آيفون أو أي جهاز وبده يكون يعني بمعنى أنه يحترف تقنية، لازم يكون متعلم لغة إنجليزية جيدا ويحسن يتقن لغة إنجليزية جيدة، لأنه 3/4 الإنترنت وتصفح الإنترنت باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية بشكل كثير جدا. ويعطيكم العافية.